هنا عرفت انه جدك سعيد الله يرحمه طلب المحامي حقه عشان يعمل عقود بيع وشراء لاملاكه. تعرفي حاجه عن هذا الموضوع؟ ها؟ لا ما اعرفش اي حاجه. ولا شيء ولا شيء؟ معقول يا منى؟ ولا تعرفي حاجه عن موضوع زي هذا؟ اني سمعت يعني بس ما اعرفش التفاصيل. ها منى يعني عايشه داخل البيت ما تدريش حاجه عن هذا الموضوع؟ لا الا سمعت بس يعني ما عرفتش التفاصيل. اش تفاصيل؟ طيب منى ايش طبيعه المشاكل بين جدك وابوك؟ تعرفيها؟ يعني اللي عرفوا انه مشاكل عاديه بالشغل. ايوه ايش من نوع المشاكل هذه؟ ما ادريش والله. بسام بسام الحق ايدك في واحد. شنو لفوا في زي احكي؟ جيبوا لا لا جيبوا هنا هنا هنا. ثاني من عند القولة عرفت؟ ايوه ايش رجعت له الحالة؟ شكله كذا لا حول ولا قوة الا بالله. ايش في؟ ايش حصل؟ انت بخير يا بسام؟ ايوه بس احس وقع بجسمي. هذا طبيعي يا بسام، هذا من اثر السقوط. سلامتك الف سلامة. ايش نزلك من غرفتك وانت تعبان؟ ما فيش حاجة يا منى، انا بدارك لا تقلقيش. ايش يطلع؟ طلعينا مسكنا. عرفت احد يدك. تعال عرفت امسكنا. طيب ولا يهمك حبيبي تعال. بسم الله دلع. تعال تعال ولا يهمك. منى ايوه خلي
الغرفة وطمني عليه بعد رجلي عشان نكمل حديثنا. حاضر بريمة. سلامات بسام حبيبي سلامات. ارتاح يا بسام ولا تقومش من مكانك، ارحم نفسك وبطل قنفزة. اسمع الكلام الله يهديك. طيب طيب بس بالله عليك يا منى ميلي خلص مي لا تخفي النشف. حاضر الآن دقيقة بس. ايش في؟ يعني جالس تلعب علينا من اول ها؟ ايش شغل جراندا؟ شوف مش وقت دي الهدرة. ايش في؟ عمي محمود خبى عليكم حاجة، ما قالش كل الحقيقة. ايش تقصد؟ عاد اخت سأل ايش اقصد؟ روح خلي الضابط اللي جبته يحقق معه تمام ويخرج منه الحقيقة. يعني بدل ما تجلس ترتاح جالس تسمع علينا ها؟ خلاص يا اخي طبع فيبي، ايش فينا اسوي لك؟ بس كذا مش مليح يا بسام. ده وقت نصايح بالله عليك، ده وقت نصايح. اقول له روح خليه يخرج منه الحقيقة. طيب وانت ايش عرفك انه كذب؟ لان انا عارف ايش الحقيقة. وايش هي الحقيقة يا بسام قل لي طيب؟ الحقيقة إنه عمي محمود كان مخطط يبيع محلات من حق جدي سعيد ويسافر. يبيع؟ طيب ليش؟ بسبب مشكلة كبيرة بينهم. طيب إيش هي دي المشكلة قل لي؟ بسام إيش حصل بينهم بالضبط؟ شوف القصة دي حصلت قبل فترة. أنا بقول لك أمري لله. كيفك هذا؟ وعادك تسأل؟ عادك تسأل يا عديم التربية؟ تقدر تقول لي ايش ده؟ ايش اللي سويته؟ أنا بنزل المطبخ عند خالة فاطمة. اجلسي يا عبير، مش وقت الهبالة حقي. آسفة. يابا أنا أكيد اشتي أقول لك بأنه أنا آسف، وأنه أنا مستعد أصلح كل حاجة. سمعت، أنا أفضلك، أعطينا فرصة واحدة. ها؟ أعطيك فرصة على أساس أنك بتعمل حاجة مفيدة. يا أبا أنا إيش؟ أنا أعطيتك مليون فرصة قبل كذا وساعدتك كثير. لا تفكر أني بساعدك بعد الآن، أنا خلاص نفذ صبري. أنت ما فيش منك لا أمل ولا رجاء يا محمود. يا أبا أنا ما طلبتش منك حاجة، أنا طلبت منك مجرد مبلغ بسيط، وأقسم بالله أن أنا برجع لك بأسرع وقت ممكن. يا أبا هذه المرة أنا عندي خطة عمل مبتكرة وناجحة إن شاء الله 100%. لو كانت شمس فاتبانت أمس يا محمود، أنت ما فيش منك فايدة ولا رجاء. انساني بساعدك مرة ثانية. يا أبا لو سمحت لا تتخلى عني وأنا بهذا الوضع، أرجوك. اسمي وسمعتي بالسوق ما تهتز. أنا اللي اسمي وسمعتي اهتزوا من زمان بسببك. كل مرة أقول بينصلح حالك بتستفيد من أخطائك، لكن للأسف أنت مش قد المسؤولية يا محمود. يابا فرصة أخيرة. خلاص يا محمود انسي يعني إيش؟ بتسيبنا أغرق علشان الكل يشمت فيني؟ ده نتيجة إهمالك وغباءك يا محمود. امشي من قدامه دي ماشي شوف صورتك. هي بعد الموقف قرر عمي محمود يبيع محلات من حق جدي ويهرب. وايش كمان تكلم؟ فايتك اسكت لانه انا بدي الان مش اسمع اي شيء. طب انت عارف قرر يبيع ايش من المحلات؟ ومين عطاله الاذن اصلا يبيع؟ رافت انا بدالك اسكت مش وقته الان. يلا قوم اشرب. سلام. العفو. ويلا ارتاح وما تقومش من مكانك زي ما قلت لك. حاضر. يلا رأفت. رأفت ها؟ يلا طيب خلاص تمام. ايش في مالك؟ ما فيش حاجة. خلاص يا بسام بس انتبه لنفسك. ها انت كمان.
ها طمنونا على بسام. الحمد لله صار احسن، بس والله مش عارفين ايش نعمل للنوبه دي اللي تجيله دائما. الواضح انه الذي حصل له هذا مش بسبب النوبه، بسام عنده هبوط بسبب الارهاق والتعب. انا افضل انكم تعطوا له اي شيء حالي ويكون بصحه جيده. تمام ان شاء الله، بخلص بس مع الاستاذ طارق وبطلع له عصير لغرفته. اوكي تفضل يا استاذ طارق نسمعك. ايوه ايش كنا نقول؟ لو سمحت. ايوه ممكن كلمتين الان؟ حاجه ضروري. طيب دقيقه على اذنك يا منى برجع لك. خذ راحتك. رافت مالك في حاجه؟ ايوه ايش في؟ عمي محمود كان مخطط يسافر. يسافر فين؟ مش عارف، بس الاهم من قبل ما يسافر كان ناوي يبيع املاك تخص جدي. كمان؟ والسبب هذا كله؟ المشاكل. مش هو قال انه بينه وبين جدي مشاكل بالشغل؟ شكله كان ناوي يبيع يهرب. والله هذا كلام جديد واعتقد انه مهم. طيب انت ايش عرفك؟ منى؟ ها؟ لا لا مش منى. ها وين قلك؟ صراحة اللي قال لي ذا الكلام بسام. بسام؟ ايش عرف بسام؟ بسام عارف باللي حصل بين جدي وعمي محمود. اه وسمع كلامك مع عمي محمود وقال لي انه عمي محمود ما قالناش كل اللي حصل. بسام سمع كلام محمود مع جده وسمع كلامنا مع محمود، فاعتقد هذا كله بالصدفة يا رافت. ها؟ والله انا مش عارف. مساء الخير. اهلا. مساء الفل. مساء الورد. الله يخليك. حياك يا جماعه. الله يحييكم. عفوا اذا كان قطعنا عليكم الحديث والشغل حقكم يعني. لا 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 لا, لا انا ورافت يعني قلنا نشم هواء ونحرك رجولنا قليل بس. واحنا زيكم والله، قلنا نشرب لنا شاي بالحديقه، طبحنا من الغرف والله وضاقت صدورنا. ايوه خذوا راحتكم يا استاذ جمال، اشربوا شاي. الله يخليك. الجو يستاهل ويساعد. الله يخليك. طيب اي خدمات من عندنا نحن مستعدين. الف شكر الف شكر. لما اشتيكم بس لحقكم. طيب تفضل معنا شاي. الف شكر. خذوا راحتكم. الله يعافيك. تقول سمعوا حاجه من كلامنا؟ ما اعتقدش، ومش بعيد، لانه بصراحه هلك هذول اكبر مراوغين شفتهم بحياتي، مع اعتذاري لك. عشان تصدقنا يا عم طارق، وانت داري كم عانيت منهم انا. المهم خلينا نطلع نشوف عمك محمود. عمك محمود هذا اللي كل ساعة له تفاصيل جديدة في قصته. مين؟ أنا رافت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيش تمن من هذا؟ وني أجر راني؟ قم شوف اللوك هذا اللي من ساعة ما أجا وقبل المشاكل ما. أوه حمد لله. إيش تشتي مننا يا لوك يا ابن اللوك؟ يعني الواحد ما يعرف يتخلص. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. اهلا اهلا بالافندم طارق. اي خدمه؟ ولو فيها سوء ادب يا استاذ محمود ممكن ندخل عندكم قليل؟ تفضل. عفوا. تفضل. تفضل. خير يا استاذ طارق، في حاجة؟ أنا أولاً آسف إن أنا دخلت غرفة منكم، وأعرف إنه هذا مش صح. طمنا. عارف إنه غلط، ليش يعني تعمل إيه؟ للضرورة أحكام يا أخت. ابتهال ابتهال. أيوه ابتهال ابتهال. عموماً أنتِ عارفة إن إحنا في ظرف غير عادي، والوضع يخلينا نتصرف تصرفات قد تكون قليل خارجة عن اللياقة. طيب يعني إيش الجديد؟ إلا قل لي خلصت شغلك على اللابتوب؟ كيف؟ اللابتوب يعني كنت جالس اشتغل عليه شغله. خلصته؟
يعني على وشك. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم طارق، شكرا. المهم يكون مكسبها حلو. انت ما تقول لي انه مكسبها مش حلو. مالك؟ في حاجة؟ طبعا مش معقول تبيع بناقص. ايش؟ بيعت سارق يعني؟ انا شامم حاجة في طريقة كلامك. ايش اللي تسي تقوله بالضبط؟ انا عارف انك تسي تبيع وتخلص وتسافر، بس على الاقل لما بتبيع بيع بمكسب حلو. ما افتهم ليش في بكلامك حاجة انا ما افتهم ليش. انت كنت تبيع محلات من حق جدي وتسافر يا عم محمود ولا لا؟ وش لك انت؟ ايش لك يا راس البلا؟ وبعدين الشيبة؟ ليش استكتروا على نعيش مرتاحين بعيدين عنكم وعن قرفكم ووقع الراس؟ يعني بيع محلات جدي والهروب تسميه انت راحة ها؟ والله ده حق محمود نصيبه، ومين حقه يعمل بليشتي؟ ملا دون علم الحق سعيد ولا ايش؟ ده حقي وتعبي. ملكك؟ صح اني ملك ابي، بس هذه المحلات طول عمري حقي وتحت ادارتي وتصرفي، وما اسمح لاي حد انه ياخذها مني. شوف يا استاذ محمود، انك تحاول تبيع ممتلكات ابوك وترتيبات هروبك وبعد كده موت ابوك، كل هذه حاجات بصراحه جابت للشك. اسمع، انا ما اسمح لك انك تتهمنا باننا انا قتلت ابي. لا محمود، انا الى الان ما وجهت لك اي اتهام، انا اسالك وبس. ايوه بس هذه مش صيغه اسئله، ده اتهام واضح وصريح. وانت يا محمود، محاولتك لبيع ممتلكات ابوك وترتيبك للسفر والهروب، كل هذه ما كانتش رد فعل اللي فعله ابوك فيه. اللي فعله ابي؟ ابي ما فعلش حاجه. مش رفض يساعدك في اخر مشكله في شغلك؟ ابي رفض؟ بالعكس، ابي ما رفضش. كيف بالعكس؟ معناته ابي ما رفضش وقيم شغلي وقرر انه يساعدنا زي كل مره. مش انت رحت له الغرفه وحصل بينكم سياح بسبب الشغل وبعدين رفض يساعدك ولا لا؟ اللي قال لك ده كذاب وستين كذاب. صح انا رحت لعند ابي وحصل بيننا سياح، بس في الاخير ابي قرر انه يساعدنا. ادخل يا محمود. ها كيفك يا ابا؟ وعادك تسال يا عديم التربيه، تقدر تقول لي ايش اللي عملته ده؟ اني بنزل المطبخ يا حق سعيد. بس بلا هباله جلستي والهباله حق جلسي. اسفه ابا، بصراحة أنا جيت إشتي أقول لك بأنه أنا آسف عن أولي كله ومستعد أصلح كل حاجة، بس يا عقل أعطيني أنت كمان فرصة. أعطيك فرصة على أساس أنك بتعمل حاجة مفيدة ها؟ ناحية حاجة مفيدة، حاجة مفيدة، وأوعدك بشرفي إن أنا بأنجح بأنجح. معلش يا حاج، أعطيله فرصة أخيرة، مهما كان ابنكم محتاج لك دي المرة عشاني يا حاج. طيب يا مان، بعطيك فرصة، بس والله العظيم آخر فرصة، بعدين تفلس ولا تروح لستين داهية ماليش دعوة فيك. الله يخليك، الله يخليك يا أبا، ويقع لك تنفق رؤوسنا وهدي بوس. بس لا تبوسناش، روح اشتغل قاع رجال استعي على نفسك. ولا عليك، أوعدك بشرفي إن أنا بنجح. لو كانت شمس فات بانت أمس. يعني قرر يساعدك ويوقف جنبك من جديد؟ ايوه والله العظيم هذا اللي حصل. طيب ايش اللي يثبت كلامك؟ عبير، اساله عبير، هي شاهدة على الكلام ده كله. عبير؟ طيب رافت لو سمحت صيح لعبير. عبيرك الحمد لله. عبير الله يرضى عليك، اشتيك تقول الافندم ايش اللي حصل بيني وبين ابي؟ اشتيك تقول الصدق ولا شيء غير الصدق؟ استاذ محمود. نعم. اجلس، اعتقد انه انا اللي اوجه الاسئله هنا. انا اسف، وهذه جلسه. ها عبير تفضل. خير يا استاذ طارق، ايش فيه؟ خير ان شاء الله. عبير، عرفت انه بين محمود وابوه كانت في مشاكل بسبب الشغل، وأنه محمود تسبب في خسارة كبيرة للحاج. أيوة ده صحيح. وعرفت كمان أنه بعدين أجا محمود إلى غرفتك أنت والحاج لنفس السبب،
عبير ممكن تقولي لي ايش اللي حصل؟ كيف كانت نهاية هذا اللقاء؟ كان سعيد زعلان ذيك اليوم وغضبان من محمود، لأنه محمود تسبب بخسارة كبيرة في الشغل، لكن محمود طلب من أبوه أنه يساعده ويقف جنبه عشان يقوم بشغل تاني ويستمر. وافق يساعده؟ أيوة، وقال أنه دي آخر فرصة له. الله أكبر الله أكبر، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدقتم؟ بالمناسبة أشتي أقول لكم حاجة، عبير هي اللي أقنعت أبي أنه يساعدنا. الله يخليك، الله ينصرك، الله يطول بعمرك يا ست الكل ويخليك تهد على رأس البيت هذا كله. بس لا تتسايد من أخذتنا القنالة. خلاص يا أستاذ محمود، عبير شكرا، تقدري تروحي. العفو. ما نعطف هنا ولا حاجة كبيرة زي شي. هشي روح الحمام. فين الحمام؟ هنا هنا الحمام. فاطمة فين يا منى؟ منى نزلت تحت عند الضابط وبتجلس كذا طالعة نازلة، ما فيش معاهم حد يحققوا معاه غير منى. الله يفرق على الكل وتخلصوا من هذا الموضوع وتدفنوا الحق سعيد. والله حرام يجلس كذا، اكرم الميت دفنه يا حقه. ولا بيستوي به حاجه، الميت تبدا جثته ترم بعد يومين ثلاث. الله يرحمه الله يرحمه. ده الحين اني حسي عند منى، بدل ما يحققوا مع هذيك الوسخه يحققوا مع منى. مين تقصدي؟ عبير، في غيره؟ حرام عليك يا حقه، عبير مسكينه الله يصبره ويعينه. مسكينة؟ كيف سكتي يا فاطمة سكتي؟ أو وليش؟ أنا قلت حاجة غلط؟ أوف، لا تورميلي بقلبي يا فاطمة، أنا مش ناقصة وجع قلبي. صدقت يا فندم، عرفت أن العلاقة اللي كانت بيني وبين أبي علاقة طيبة، يستحيل أننا أعمل اللي أنت كنت تفكر فيه. طيب ليش كنت تشي تبيع وتشي تسافر؟ لأن أنا فشلت من جديد وخسرت أبي خسارة مالية جديدة. حتى بعد ما ساعدك ووقف جنبك؟ أيوة، أنا ما فيش مني فايدة. محمود، من زمان أبي يبني وأنا طول عمري أهد، لهذا قررت أبيع كل شيء وأطير من هذه البلاد. لأنك فشلت؟ شوف يا فندم، أنا بقص لك القصة كلها من غير لف ولا دوران. أنا عندي توكيل بالمحلات اللي تحت يدي يخولنا التصرف فيها زي ما أشتي، لكن لما عرفت إنه أبي ناوي يعمل عقود بيع وشراء ويعمل وصية علشان يعاقبنا ويحرمنا، قررت إننا أتغدى به قبل ما يتعشى أبي. كيف أقالك قلب تبيع حاجة مش ملكك؟ زي ما أقل أبي قلب إنه يحرمنا من الميراث بعد هذا العمر كله. يا أفندم، أنا قدام الكل في هذا البيت شخص فاشل، الكل يلومنا ويسخر مني في السر والعنن من وأنا صغير. تصور، حتى الطفل اللي ما كتبوش الله لي يلومنا عليه وكأنه فشل مني أو خطأ من أخطائي. تعبت وضغط علشان كذا يا أفندم، أشتي أهرب، أهرب من هذا البيت اللي كتم على أنفاسي 45 سنة، وأعيش أنا وزوجتي حياة جديدة في مكان تاني. خلاص يا محمود يكفين، أعتقد أنك سمعتم اللي شي يسمعوا زيادة كمان. شوف يا أفندم، البيت هذا عشان بس تكون عارف كذبة كبيرة ومقرفة، وكل اللي حولك كذابين ومنافقين، لا تقدر تأخذ منهم لا حق ولا باطل. أما أنا وزوجي باقي لنا كم يوم ونطير، مستحيل مستحيل عاد نرجع مرة تانية. خلي مشبعه بالجمل بما حمل.